لغو زو شيء أما لوعي معنيه دوا محي مركز لغضاس وحويه أف وعيه هراء أما اللغة زمن هراء تمريني واللغو هاد لي والله استعمالي لكن مانت أمبوختين لتشوكو عيدكو هادا شالا أما أنا هين daily speech لغة التخاطب اليومي بالعربية أما أفكار مالو والبا لغو هذا هاد لي وحلو سكو قد بني وحلو كلي يبسني لغو كفتمي لغو ماديني لسكو ماجي لسكو قبيعي أنا هين يوحى صورة بثمرتها صورة ما أكزوش أي لورانية وأف أي قدام ماتي أما الزولي أما ما يشبك بحي هيا دلدى يونسكو أو أرمها دغنك إيو أقونت إيو علمك إيو تعليمت إيو أرمها قابل سن وحا أي شاكتي إنتي قد حيسي كن إيو سقال بغول إيو كنتنكي إلا لبا كن إيو تبنكي ومدو لحدن سنة دودة إن لبا بغول إيو سدن أف أما اللغو أي زولين وأي ميدانك كبحين أفر سنوات كهر ولبكن إيو سيديد يتبكي بشي أبل وحا سيدا أي يونسك الشيكي شو شري إن صدح ميولاد مرك الله غيبيو ميالهان دلول صدح دلول ودلول لغوين ككمدا الدنيا دو دادك كهدلا لغوين كامد والبا اي كيريهين كن قف ما انت امسا كن والدنيدة ببليشن كدنيدة وبترادة ده كدنيدة سوما لدي وكليا ما انت صدن مليون كدو مارك الله ايقود دي ودبادا كلا دويدا دي بقلال كمليون يبليون دي جاريس لغة كن قف كهاد ليا ولغا يابا اني واي ليهين او واخ كوسو كردن بو يعني اني يعني وحبا واخ كدين من بو يعني واخ كوسو كردين ولا اسكا اركيا ماركا لغو اما اف نحش كسارن يلو يهوسي سودا تاريخان ماركا لا ايغو افف زولي باشره ومر يعني عملين شري ودنيدا يعني كفاف سنه أففك أفك أجود دعوين إيه زولي وحال هذا هو أفك لورتر السوميريان سوميريان أما اللغة السوميرية ولقيها اللي ترى العراق شن كن يشن بقول أصلا ضد مدلجة شو جاي أفك اللغة اللي ترى أفك أجور إيه زولة إيه يعني سلجورة أيوها وقت تجي أي فافي سيد دولة الإسلام كا هي مدينة حرونت يا دوحيد لول بدن با أي إذا مدي مسلم تتابعنا قصدين وحكم بذا هاللغوي إن كان لغوها اللي تربريجا لغو آدي آد وفاف سنيد وعراق يقول كان اللي يسكون تري الشام وسوريا لبنان فلسطين قيبك كم يدا أردن أنت أصلاً شامل تقول شري لغة داس ولا جهة شري العراق بركة اللي تشوفنا وحنا شري أرامايك اللغة الأرامية مركة اللي تشوفو سوريانا وحنا شري سيرايك أما سوريانية لكن إسكو متبع أرامايك وأفكي أي كسو دكتي كتابك الإنجيل النبي عيسى عليه السلام لو سود شيء نبي عيسى عليه السلام لفتيش مركو ان ولا جاي ابا انه دي هيبرو اما عبرك هذا الشري مركو غرو غدا شوغن لكن مركو دبد او سو بخه افكال او كو هذا الشري دين تا سنه كو سو دكتي وها وها ارامايك اما سيريك اما لغه سريانيك
waxaa kaloo lagu hadlay af Greek-ga laga soo dhigtay oo isagu official ahaa oo meelaha Masar ay ka mid tahayna laga hadli jiray. Luqooyinkaas oo dhan iyo luqada Berberku ay ku hadli jireen ama Amaziiq Amaziiqiya North Africa oo dhan laga hadli jiray, waxaas oo dhan waxaa sal guurisay luqada Carabiga halka u faaftay. Waxyaabaha la odhan karo way keenaan afafku ama luqooyinku ama af ama lugo inay hana qaado, inay fido, inay tamariso. Waxa ka mid a tirada dadka ku hadlaya luqadaasi waa intee tiradoodu? Ma milyana? Ma 10 milyan baa? Ma 400 milyan baa? Ma 10,000 baa? Waa soo yaraanayaan. Waa tirada dadka. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay la koraan afafku ballaadhnaanta iyo fidsanaanta geyiga ama geyiyada ama dhulka luqadaasi ay ku faaftay. Waxaa ka mid ah awoodda, waxaa awoodda la yiraahdo power, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, mid dhaqan. Afkaasi gaadiid muxuu u yahay? Ma dad iska ducafa ah oo la dalacsanayo oo lagu tumanayo oo la jiidhayo, mise dad wax iska celinaya, wax soo kordhinaya, wax laga qaadanaya, wax qaadanaya? Waxaa jirta laba luqo oo muhiim ah oo Yurub iyo caalamkaba aada ugu tartamay, laakiin markii dambe kala adkaaday. Oo inkasta oo tii laga adkaaday ama laga xoogroonaaday aanay wada wiqmin oo aanay zuulin, ayna ka fogtay inay zuusho, haddana laga gol roonaaday ama laga xoogroonaaday waa af Ingiriisiga iyo af Faransiiska. Aad ayay labadaa ummadood oo labadaa luqo kala wata ugu tartameen awoodda dunida waqtiyo dhowr qarni imika laga joogo. Laba ruqacdood ama laba geeyi oo labaduba aada u ballaadhan ayay ku tartameen. Calaamada Ilaahay labadiiba Ingiriiska ku adkaaday, luqada Ingiriiskiiba adkaatay, Ingiriiskiiba ummad ahaan u adkaaday, dhaqaale ahaan iyo xaggii quwadda askariga ah ama ma garanaysa awoodda dagaalka. Waa India iyo waqooyiga America, labadaa meeloodba way ku tartameen Ingiriisiga iyo Faransiiska. Labadaba Ingiriisku waa ka saaray Faransiiska, sidaa daraaddeed ayaa markii Ingiriisku quwad ahaan uu rakiigay ama tamartiisi ay soo yaraatay ka dowla, waa wax yacni la yaqaano boqortooyo weyn empire buu ahaa oo ummado badan isu keenaya. Empire-iskuna had iyo jeer boqortooyinka ummado badan isu keenaya xukumaya. Muddo marka la joogo waxaa iska sunno ah inay kala furfurmaan ummadihii ay ka koobnayd, qaar ka hoos baxaan Russian Empire, Ottoman Empire, tii maxaa ku dhahda Faransiiska, tii Ingiriiska. Waxaasoo dhammay markii ay meel gaadhaan hoostoodii baa laga baxaya, ummado kale ayaa kasoo hoos baxaya. Markaa laakiin qotadu ku aastay Ingiriisku India iyo waqooyiga America, North America, oo markaa ka kooban dib weliba United States, dalweynaha Maraykanka iyo Canada. Maraykanka dee Faransiis lamaba soo qaado, Canadana meelo
كوبيك إيو مونتريال إيو بوشوغا لكن وحكو حوق بدن إنجريسكا أف سومالو غمانتا ما هيستان خطرها عين كاسي كما صوفوله أو إنبيشن أما دولان إنتو ديبتك إيه ما دو لغضان رنا مسحا خوربا وأسورة بوعي صدح باورو يوروبيانا أي قفصدي بقرد إثيوبيا لفتو دا أي أتالي مالك مدى صومالي دا إنتي با يعني وي بدلي كاري وعين إن داد كاسي أفكا كغوران وأفكا لو غوران لكن وحا تشالنج كأما ديباتة دا هاي سنكرتا أما حيث تأف صومالي وحوي تيدي يسح أهان شهي أف صومالي هلكا وي هلكا أي كمانات taladu ama ay ka liici karta ama ay ka toosi karta waxana weeye dadkay ku xirantahay umana eka imeka uma eka in ay sidaan qonaysho way hadalkaysa faganka sahajiro tayada fagmaysa marka magaalada la yimaado laakiin ila imeka de wa rahimahullah wa tawso qadayan da mahdi ee dhawaan baynu aasnay hadraag rahimahullah oo dad badan ay u compare garanayaan ama yaani barbar dhigayaan luqada ingiriisiga halkii Shakespeare ugu jiray ama Dante Alighieri oo talyaaniga ugu jiray ama Goethe ugu jiray Jarmalka halka ay dhigayaan laakiin Goethe iyo Dante Alighieri iyo Shakespeare wixii ka dambeeyay dad iyagii lamida ama sidoodii ah kama soo bixin luqoyinkaas halkana waxa arkaysa maantada ayaa wali maskaxdi keenaysi gabayada iyo geerarada iyo yaani usbuuraysiinta luqado ay wali soconaysa waxsama oo kala markaad u firsato waxa uu garanaysa jeedin ama tirinaya والله يا ويس دلني يرى بدن وصوص وعوصة أياجرة ولي لما قارن هل كي إلا لها هل كهاتي كتشوك ستيو في كتيبة لقارن ولي في كتيبة لقو سعودة أف مركاسي دا أسعوني ولي في كتيبة لقو سعودة دي لما أرن كرا وزولي وحاك الله أينا كتسيسة سيدا اللو دانين ومضاها كالي aan afkan aanu afkada hayna ay u daneenayaan oo tarjumaayaan oo ka baran degayaan oo studies iyo daraasad lagu sameeyo af ay u dhamaatay oo zulay ama baxtiyay diidina mar kor gaceen laakiin nolosha uu nool yahay ee tanaadayo ayaa ah tkeenaysa in la daba socdo in la tarjumo in waxa ku soo kordha mar walba la socdo afkaan nool weeye marka af Soomaaligi waa dabar go'aya waa haweeye waa habar iddi tinina waxaan u leenahay gondihiina ma dhaafo